السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. وش راكم خياتي؟ وش راهم حوالكم؟ والله غير توحشتكم بزاف بزاف، على بالي بلي انتو تاني توحشتوني وخليتوا لي التعليقات. الله غالب كنت مشغولة، واليوم بإذن الله هاني رايحة نشارككم الفيديو المنتظر. أنا رايحة نشارككم الشكل النهائي تاع الصالون كيما وعدتكم، كنت مشغولة عليها، كنت غايبة عليكم خياتي، مي بصح إن شاء الله يا رب العالمين اليامات الجايين أنا رايحين نكونوا كيما نقولوا خير وخير. عندنا اليوم خياتي فيديو متنوع، فيه طبخ، فيه تدابير، فيه روتين، فيه غسيل، فيه حاجات بزاف بزاف، وفيه الصالون كيما قلت لكم خياتي. هما لا شوفوا الفيديو حتى الأخير باش راكم رايحين بإذن الله تستفادوا بالمحتوى تاعو ولا الافكار تاعو. خياتي كيما راكو تشوفوا هنايا راني درت حبيبات تاع الغرير للقهيوه كيما راكو تشوفوهم. هذه الوصفه كنت سبقت ودرتها، راهي في القناه الاولى ولا في القناه الثانيه هكذا باش ما تتلفلكمش في وسط الروتين. مطبخ نوال كويزين فاسيل، القناه اللي درتها خصيصا للوصفات، زوروها هكذا يا راكو رايحين تصيبوا الوصفات وحدهم وتستفادوا كيما قلت لكم منهم. شوفوا داك البغرير تاعي كيفاش جا ما شاء الله. اما انا هنا نجوز ندهنوا، ندير له شويه تاع العسل وشويه تاع الزبده وشويه تاع مزهر. هاد لو ميلونج يعطيني واحد لو غو هايل هايل للبغرير تاعي. جست سخنت هذه كيما قلت لكم شويه عسل وشويه زبده، يعني العسل اللي يكون غالب على الزبده هذا ماشي طمينا باش نديروهم الكيل قد قد. وهنايا دوبتهم كيما راكو تشوفوا، ريحه المزهر راهي تطلع ما شاء الله، راهي تنفنف. وهنا تانيت كيما راكو تشوفوا خياتي عندي هاد الحبيبات تاع اللانجاس اللي درتهم شغل احتفظت بيهم. شوفوا خياتي هاد الفيديو راهو حطيته في القناة التانية مطبخ نوال كويزين فاسيل، راكو رايحين تشوفوا الطريقة كيفاش خدمت هاد التفاح. درت حبيبات تاع بغرير بزوج كيسان كيما شتو، درت كيما نقولوا خير وخير. الله يبارك تاع البغرير طبسي كلينا فيه النهار كامل. عندي هنايا كيما راكو تشوفوا شويه تاع القضيان تخلي، هادو ما شويه تحضيرات تاع المولود اللي راني رايحه باذن الله نشارككم كامل. واش راني رايحه ندير؟ راني رايحه سبق لكم هذاك الفيديو باش تاخذوا فكره خياتي. اليوم رانا درنا هذا الفيديو باذن الله، وغدوه ان شاء الله باذن الله نحط لكم التحضيرات تاع المولد النبوي الشريف ولا الطاوله كيفاش تاخذوا فكره. هنا عندي مجموعه من المكسرات، عندي هذاك كيما شفتوا هذاك الكوكب، عندي هذاك الجوز حبات. صراحه انا تراز هذاك ما نحبش نشريه هكذا واجد، ماذا بيا نشري من كل شويه شويه ونخدمه في الدار. هذه لوبيا تاع التفصاص راني رايحه نشارككم الوصفه تاعها، جات ما شاء الله ما شاء الله. الخضره تاعي كيما راكو تشوفوا استفتها، درتها داخل السلال الخاصين بها، وندير وحده فوق وحده ونخبيهم داخل البلاكار. واحد الاخت قالت لي يا نوال اسكو الخضره تاعك تفسد لك؟ اولا ما نشريش كميه كبيره، وثانيا ما عنديش كيما نقولوا هذاك المشكل تاع تفسد لي الخضره تاعي باسكو ما حاجه باينه كيما البطاطا والبصل ما مشاحين يتغسلوا. هنا خياتي نكملوا الروتين تاعنا، نحيت هذوك لي زور كامل، قلت واش عليه نجوز لهم هكذا رغيوه خفيفه. هنا حاجه باينه باش نديرهم في الماشينه لازم لي السائل تاع الغسيل. وهنا كنت قلت لكم خياتي نهار نجرب هذيك لاغام اللي لحقتني من عند اغيس، راني رايحه نقول لكم فيها رايي بكل صراحه. صراحه انا ما جربتش حاجه واحده ولا زوج، المنتوجات تاعهم ما شاء الله، يعني كيما نقولوا بلا ما نشكرهم. حتى انا كنت حبيت نقترحهم على الاخوات، صبتهم هما اللي قالوا لي يا نوال هاد المنتوجات هايلين وجربناهم وكذا وكذا، يعني هما راهم عندهم فكره سابقه عليا، قالوا لي راهم المنتوجات هايلين حتى الاسعار تاعهم ما شاء الله. كيما راكو تشوفوا حويجاتي راني غسلتهم، وراني هذوك لي زور نشرتهم كامل. اليوم راهو الريح يرفد، كان هذا الفيديو اللي درتو خياتي اليومين هذوك اللي صبوا فيها اللي صبت فيهم الشتاء ما نحكي لكمش، الدنيا تهولت بهذيك الشتاء. وهنايا كانت عندي قهوه مي بصح حسيت الكو تاعها ما عجبنيش بزاف، خلطت لها باكي واحد اخر، عمرت البطاطا تاعي. وهنايا كيما راكو تشوفوا اللوبيا تاع التفصاص يا خياتي جات عسل ما نحكي لكم شحال جات بنينه. نجوزو مباشره نطيبو دوكاتيك لوبيا تاع التفصاص باش نكملو الروتين تاعنا بحول الله. الفصاصه اللي راكو تشوفوا فيها نقيتها وغسلتها، عندي هنايا حبيبات تاع الطماطيش، عندي خمس حبات طماطيش، عندي مرسوات تاع الدجاج هي تجيب الحم غنمي خير وخير، مي بصح نديرو المتوفر عندنا الحم بقري ولا غنمي ولا دجاج. عندي هنايا بصل مقطع جوانح شويه خشان، عندي مغافة تاع سمن، عندي فلفل كحل، فلفل عكري، وقرفه، وبطبيعة الحال الزيت والملح. نشعل هنا خياتي الفرنو، ندير شويه زيت
لوبيا تفصاص من الطواجن اللي يحبوا يجوا شويه ميدومين ويحبوا يجوا شويه حموره. نزيد مغرفه تاع السمن هكذا سمن، خليهم يسخنوا هكذا باش نحط المرسوات تاع الدجاج هكذا. حابه نقليهم شويه في هذا الزيت والسمن باش نبدا نحط البصل. على بالكم اون فوا نحطوا البصل راهو رايح يطلق الماء، انا نفضل يكون الدجاج هو الاولاني يعطينا بنه لهذاك الزيت والسمن تاعنا باش نبداو نحطوه في مقادير واحد اخرين. في هذا الوقت نحط هذه الكميات على البصل، نحطها على خطره هكذا. هنا نبدا نحط لي زيبيس تاعي اللي هما ملح وفلفل كحل، فلفل عكري وقرفه. هذو هما التوابل اللي راني رايحه نحطهم. هنا فلفل كحل، وهنا نقليو بالطبع. الماكله تاعنا قد ما تقلات مليح راهي رايحه تجي بنينه، حاجه باينه. فلفل عكري وشويه قرفه ونكمل نقلي باش ندير هذيك اللوبيا تاع التفصاص. واخر حاجه راهي رايحه تكون باذن الله الطماطيش تاع الحب، ونزيدوا لها ثاني اللي يحبها حمراء نزيدوا لها هكذايا نص مغرفه ولا طوماط كونسونطري باش تعطينا هذاك اللون شباب. في هذا الوقت نجوز نحط هذه اللوبيا تاع التفصاص تاعي هكذا. نكملوها ونحركو ونقليوها كامل كيف كيف، خلوها تشرب لي زيتيس وهذاك ليدام ديالها راهي رايحه تجي بزاف بنينه وتجي سهله في الطياب هكذا. كي تقلى لي هذاك البصل مليح نجوز هنا ندير طماطيش تاع الحب ونزيد ثاني تنخليها تتقلى. شوفوا يعني شحال خدات وقت في التقليه، تقريبا راهي رايحه تاخذ النص تاع الطياب تاعها غير في التقليه هكذايا. ما نكثرولهاش الماء وتجينا طايبه غير هكذايا في القيمه، ماشي هذاك الماء بزاف شرور كيما نقولوا احنا هكذا. نزيد نخليها تتقلى. يمكن أخذ حياته ما يقدم، خاصة بعد الشيء اللي عملته فيك. أنا كيف بدي أقول له هلا؟ نجوز نملقها، ما نكتروهاش الماء بزاف باسكو طوماطيش والبصل راهم رايحين يتلقوا هكذا. ونغطيها نغسلها الفرن ونخليها تطيب على نار هادية. هاي لك لوبيا تاعي طابت، مرمست لها هذيك المغرفه تاع الطماطيش خياتي. كما راكو تشوفوا اللوبيا تاعي راهي طابت، جات ملبيه تعسلت. هذيك اللوبيا راهي تدوب كي الزبده صراحه. اللوبيا في الصاصه راهو وقتها وراهي طريه وراهي شابه، بروفيتو لوكازيون اللي يحبها يطيبها. وراني درت لكم طريقه سهله مهله والنتيجه تاعها ما شاء الله. نجوزو نكملوا الروتين تاعنا كيما العاده والعوايد، الشغل ما يخلص كيما داري نقول لكم، العمر تخلص والشغل ما يخلص. نجوز انا نغسل هاد لابلاك شوفونت تاعي اللي دايما خياتي يسقسيوني عليها يقولوا لي انا هو لابلاك شوفونت تاعك دايما تبريي تقول ما راكيش تغسلي فيها. هي صح ديليكا شويه الغسيل كيما سبقت وقلت لكم كامل، قلت لكم تمنيت لو كان ما درتهاش هكذايا زجاج، لو كان درتها اينوكس باسكو بزاف كيما نقولوا تحب هكذايا الحذر وتحب الغسيل. ودايما وانا شدت لها هذاك الشيفونه نستيكي فيها كيما راكم تشوفوا الكوان نتاعي ما راهمش مدودين وما راهمش مقيقيين، راهم كيما نقولوا وسط. هنا انا عندي هذايا ديغريسون اللي راني رايحه نرشو كامل على لابلاك شوفونت تاعي باش نخليها تتفاعل واحد 10 مينوت باش نرجع ليها ونبدا نغسل فيها نورمال. كيما راكم تشوفوا رشيتها مليح مليح
هكذا يا ساير داير، وخليتها تتفاعل. من بعد رجعت ليها وبديت نحي لها في هذوما الكوان نتاعها باش نقيها. شوفوا راني منين ما نمسح بالبونجا راني لقيت هذاك السبك راهو يطلع فاسيلمون من فوق هدايا فوق هدايا الكانو نتاع الفرنو، راهو كيما نقولوا خدا دا الفعاليه تاعو. وهنايا نجوز نقي فيها على بالكم هذوك الكوانات وكامل راهو رايح يتلم فيهم بزاف سبك. كيما قلت لكم انا ساير ليا مندير لها غير هكذا يا رغيوه خفيفه برك، وخطره في سمانه نحب نقيها بالطبع، وراهي رايحه تشد لي لمده اسبوع كامل. زدت هنايا جست لافابو، غسلت هاد الريسان، غسلتهم كامل بالطبع، نقيتهم صراحه. انا راني دايره لي غونفيديا باش ما يكحلوليش تفرتي، مي بصح هو ما يحرقش هاد ديغريسون، ماشي الحاجه اللي تاكل في اليدين هكذا، مي بصح انا باش ما يكحلوليش يديا دو بريفيرونس ندير هكذايا هاد لي غون داخل يديا. جست شللتهم رغونتهم وليت لهذيك لابلاك شوفونت تاعي. شوفوا الداخل كيفاش تنقاو هذوك الكوان نتاع الاينوكس، ولاو يبريي ويشعلوا، نتيجه تاعو جد مرضيه صراحه. انا فاجئني ونتيجته كيما نقولوا عجبتني بزاف بزاف. راني رايحه كيما نقولوا اكيد هكذايا نكون نخدم به وانا يا مهنيه. وهنا كان نصيحه خياتي، ما نخلوش الفرنوات تاعنا حتى يولوا كيما نقولوا نحكموا لهم، ماشي غير ديغريسون. علاش؟ كل حاجه يا سي فاضت لنا حاجه لا قدر الله رانا سهينا، وهذيك القدره غلات، ولا حليب، ولا على بالكم الحليب غدار دوري مني كيما نقولوا يلعبها لك. علاش نخلو هذاك الفرن تاعنا حتى يدود ونلحقوا نفسدوا الحاجات تاعنا في الدار؟ لا لا، بالعكس، الحاجه اللي كي تكون نغسلوها سيغ بلاس، ومام كي نديروا هذاك ديغريسون ما راناش رايحين نبدلوا هذاك الجهد نقعدوا نحكوا. نخلو ديغريسون يخدم خدمته، وحنايا نشدوا هذاك الحبل ولا بونجا احنا نحيو هكذايا، وهو يجي معاه هذاك السبك اللي جاي كامل داخل الفرنو. جست انا الفرنو تاعي كيما شفتو غسلتو رديتو يولول. صراحه انا الفرنو كي يكون مقي ولا اكيد حاجه راهي رايحه تريحك هكذا. جست هاد المعنات تاعي نغسلهم نرغونهم كيما كل يوم، شغل هذاك اللي نديروه يومي، ما راهوش رايح يتبدل وما راهوش رايح يتنحى من البروغرام تاعنا اليومي. كيما مداريه دائما نقول لخياتي، نقول لكم ما تخدموش شغل وانتم شغلك ورايحين كيما قال رويشد الله يرحمه للفينغا. الشغل كونترير نزهاو فيه، وان شاء الله دائما كيما العاده والعوايد مداريه نقول لكم في ميزان الحسنات. نرجعوا للرخامه تاعي اللي عندي عليها يوميا، نقدر نقول لكم اكثر من 10 تعليقات داخل القناه يا نوال، خاصه البنات اللي يدخلوا هكذا يا جدد. يعني انا كنت سبقت وشاركتكم التدبيرات، ما بصحوش عليه في الاعاده افاده ونرديو كامل الاخوات، حتى ولا كانت جديده وكنا هذاك الموضوع طرحناه ندخلوه في وسط الروتين تاعنا ونجاوبوا على التساؤلات. قولوا لي كيفاش تغسلي الرخامه تاعك يا نوال اللي تبريي واسمها رخامه. الرخامه تاعي من نوع جالاكسي كيما راكم تشوفوا فيها، نغسلها بسائل الاواني عادي، معناتها ندير شويه هذاك السائل تاع الاواني ونرغون كيما راكم تشوفوا هذيك الرخامه. نشل بالماء ونعاود نشد لها هكذايا شيفون ميكروفيبر ونعاود نحي كامل هذاك التخش الرقيق. والله العظيم غير تقولي ما شاء الله، يعني ما عنديش انا هكذا برودوي نغسل به ابار سائل الاواني اللي نغسل به لما عنجو على الرخامه تاعي عادي. جست من هي هذا السيبور تاع المواس، وهذيك تاع لي زيبيس ثاني لازم تتمسح. هذوك البايت كي نكونوا نخدموا خياتي زعما نطيبوا ولا نشدوا دائما هذاك الشيفون في يدنا ونمسحوا الباطه. شوفوا النتيجه تاع لا بلاك شوفونت كيفاش تبريي، شوفوا البوتاجي تاعي كيفاش راهو يشعل رغيوه برك، ماشي حاجه كبيره رغيوه برك، ولات الدنيا تشعل ما شاء الله. هاوليك راني صورتها لكم راهو كلشي يشعل كيما قلت لكم، الرخامه جالاكسي والغسيل نغسل بالرغوه العاديه بسائل الاواني. راني شاركتكم كامل التفاصيل توكاتيك خياتي. ندوزو للفيديو المنتظر ولا للتصوير تاع الصالون كيما وعدت خياتي، ان شاء الله فرجه ممتعه. خياتي الشكل تاع الصالون تاعي النهائي هاوليك، هاوليك ان شاء الله يعجبكم. راني صورته لكم انا وصلني البارح، وكما تعرفوني الخفا والقلق حرك حرك، خملته في هذاك الليل ورتبته، يعني هكذا يا ترتيب شغل تاع اونلي كيد برك. المهم نظمت اموري على بالي كل حاجه وين كنت رايحه نحطها، خممته هكذا خملته عفوا كما راكم تشوفوا بطريقه بسيطه وانيقه. ان شاء الله يكون عجبكم الكو ديالي، وان شاء الله تكونوا تاخذوا افكار من الحاجات اللي رانا نقدموها سواء في الديكور ولا في الطبخ ولا في اي حاجه. كاين خطرات الانسان الله يبارك عليه يعرف كلش، حاجه صغيره ربما تخفاه، وانا منهم كما نقولوا لعبت كامل هذا الراس تاعو، ماشي اورديناتور يخمم في كلش. ربما ناخذوا فكره من اي
انسان، ما استصغ حتى انسان. كاين واحد بالك ما هكذا ما تشوفيش معروف مي، بصح تشوفي عنده حاجات يعجبوك وتاخدي من عنده افكار. نتعلم حتى نهار اللي نموتو، ما كاش حد للعلم وما كاش عيب، كي الانسان يتعلم نقدروا ناخذ فكره منه فكره من. هذا هو المفيد من الهد من هذه القنوات تاع الروتينات، ولا هذه القنوات اللي فيهم حاجات بزاف ماشي مختصين في الطبخ فقط. هذا هو صالون تاعي خياتي، هذه طابله تاع صالون مونجي اللي درتها كيما راكو تشوفيها، فيها درتها ترونسبارونت الزجاج، درت لها الكراسه تاعها بالكري، البونكات تاعي تانيت بالكري، راهي مكاسيه بالغوز على بالكم الكري والغوز بزاف بزاف صحاب. كيما راكو تشوفوا كاين حاجات هكذايا للديكور، راني دايرتهم هنايا في الكوان هذايا في الطلعه تاع الدرج تاع بيت وائل هنايا، كيما شفتوا درت حاجات بالكري والغوز، يعني يخرجوا كامل اسورتي مع البونكات تاعي ولا مع الماب اللي راني دايرته. انا صالون تاعي كيما راكو تشوفوا خياتي ماشي كبير بزاف، وجاي ثاني بالطول اللي يعرفوا الغرفات تاع بيوت القصبه يعرفوا باللي حنا ما عندناش هذوك البيوت مربعين ولا يجوا هكذايا، يجونا حنايا بالطول، عندنا كثره الطول ولا هوتور. هذا هو الفصاله تاع ديال القصبه، هاوليك كوزينت بنت القصبه حبيت نديرو هنايا. هذا هو الشيء اللي جمعني بحبابي اللي ولاو يعرفوني ويحبوني ويحترموني، وانا نبادلهم كيما نقولوا بالاكثر. نقول لكم ربي يرزقكم سعادة الدارين وبر الوالدين، دايما تخلوا لي تعليقات ما شاء الله ما شاء الله، ما نحكي لكمش عليها والله العظيم غير لحمية شوك. قالك اللي يحبوا رب العالمين يحبوا في يحبب في خلقه، وانتم ما حبيتوني من قلبكم، وهذا الشيء باين كل انسان اللي عنده في قلبه يبينوا، يكتبوا في كومونتير يكتبوا، يعني اللي قال حاجه كيما نقولوا مليحه حاجه بينك الداخل تاعو مليح، ويقدر يمد الحب للناس وهو تاني متصالح مع نفسه، اللي يقدر يقول كلمه مليحه شحال هذاك الانسان متصالح مع نفسه وما عنده حتى عقد، يقدر اللي مليح يقول له مليح، واللي كي يغلط تاني يقول له يغلط بوركوا با، مي بصح باحترام. هذا تاني شيء يدل على كل شخصيه وحده فينا ولا انسان ولا. هذا واش حبيت نقول، صالون تاعي كيما راكو تشوفوا فيه باللون الكري، كاسيتو بالغوز، لي كوسان راني دايرتهم بين الكري والغوز. هاي الطابله تاعي تاع صالون مونجي ترونسبارونت، راني دايرت لها هذاك السات اللي خدمته لي ولا نابخون الاخت هذيك اللي كنت سبقت وشاركتكم بالخدمه اللي بعثتها لي. ديكورات تاني تمنها ليها، ما راناش دايرين حاجات هاربين على لو ستيل اللي راني دايرته، حبيت نبدل. انا صراحه كل مره نحب نشوف هكذايا ديكور جديد ولا نبدل لون جديد، نتحدى كامل الالوان ونتحدى هكذايا. حتى انا وين راني ساكنه في القصبه مي بصح نحب ندير كامل الديكورات، ماشي شرط نديرو غير بنك البنك تاع القبه باش نمثلو بنات القصبه. انا راني صغيره ونحب تاني تنعيش، ونحب نشوف كيما نقولوا كل حاجه هكذايا مودرن نديرها في داري. محال راني راح نقتصر حياتي على فقط الصني ولا على بنك القبه، بالعكس انا نحب ندير حاجات مودرن كيما انا حياتي نحب نعيشها. هذا واش حبيت نقول، والسني اللي كيما نقولوا عمره ما تبدل لامود تاعو ولا القيمه تاعو اكيد على راسنا.